مهمة جدا. أنا الحقيقة حابب في الأول أشكر شركة إيفا إنها مهتمة جدا. هي شركة مصرية وطنية بمعنى الكلمة. الحقيقة كل شوية بتمدنا دايما بأدوات جديدة نقدر بيها نكافح مرض السكر والمضاعفات. من آخر هذه الأسلحة الحقيقة اللي هي الفيتامين بي المطور اللي هو الميجا أدفانس، إن هي أقراص تؤخذ تساعد في علاج التهاب الأعصاب الطرفية للأطفال لمرضى السكر، وبالتالي بقت أداة سهل إنها المريض ياخدها. عملت بيها دراسة في المعهد القومي للسكر، والحقيقة كدراسة مبدئية أثبتت فعالية الدواء بصورة بديلة كبيرة جدا. الحقيقة مادة البنفوتيامين مادة مفيدة للجسم، يمكن كانت المشكلة انها موجودة في السوق المصري من فترة طويلة لكن بتركيز قليل، كانت تركيزها 40 ملي في القرص. الابحاث العلمية كلها كانت اثبتت انه الفايدة من الدواء ده بتيجي باستخدامه بجرعات كبيرة، بتبتدي من 300 ملي جرام في اليوم. وبالتالي الشركة نزلت الدواء بتركيز 300 ملي جرام، التركيز اللي هو أثبت عنه أنه بيمنع المضاعفات وبيفيد، وبالتالي كان منطقي أنه الجرعة دي هي تبقى الجرعة الفعالة. يمكن زي ما كنا بنتكلم أن الدواء ده طالع علشان مرض مهم قوي، التهابات الطرفية بسبب مرضى السكر. وجود مرض السكر نفسه زي ما كنا لسه بنتكلم ان مرض السكر نفسه مش هو ده الاساس، مش هو المشكله، مش مجرد ان الراجل يحلل او الست تحلل تلاقي عندها ارتفاع في السكر. ارتفاع في السكر ده جزء من المشكله. يمكن التركيز الجديد بتاع الدواء دلوقتي ان احنا لقينا فيه جزء اسمه الثيامين والفيتامين، ده جزء من مرض السكر، ده من الحاجات اللي بتسبب مرض السكر. اما قدر شركه ايفا انها تطلع الدواء بالتركيز العالي بتاعه ده، قدر يمنع دي، فقدر يساهم بسهم كبير قوي في انه يمنع مضاعفات السكر اللي هي بتبقى سببها ارتفاع السكر في الدم. احنا مش بس نعالج السكر بالاعراض، لا، احنا بنعالجه بالتحكم في المشاكل او ازاي حصلت هذه المشاكل، اللي هي المضاعفات بتحدث نتيجه ايه. المضاعفات دي بتحدث نتيجه خطوات في التغيرات جوه جسم الانسان. الدواء ده بقى بيخش يتحكم في هذه التغيرات ويوقفها ويغير مسارها الى مسار حميد. دي فكره جديده من العلاجات الادويه، كانت من هنا الفكره بتاعت الدراسه، ان احنا نجيب مجموعه من الناس نديهم الدواء اللي هو البنتوفايمين الفيتامين دي اللي هو بيدي يمكن 120 ضعف في المستوى السكر اللي في المستوى بتاعه في الدم عن البي 1 العادي، وبالتالي هو بيبقى افكتيف اكتر، وان هو بيشتغل زي ما قلنا على الباثوجينيسيس او المشكله المعضله الاساسيه اللي بتحدث منها المضاعفات.